نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق ولكم ايضا التوفيق والبركة. فاستلهام ذكرى ومعاني هذه الذكرى المقدسة، وكل عام وانتم بخير. ولا شك ان وضع مولد الامام في رمضان ايضا يوجب ان نستلهم معاني رمضان في جهادنا وفي جهادكم. والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو من وراء القصد، وكفى به وكيلا. السلام عليكم.